السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار النهارده؟ عندنا نوع جديد من الدايمنشنز اللي احنا المفروض بنشرحها في الكورس عندنا في البارت بتاع الدايمنشن تايبس. دايمنشن تايب اسمه سلولي تشينجينج دايمنشن. السلولي تشينجينج دايمنشن ده من اسمه معناه ان في دايمنشن بيحصل له تشينج، بس هنا مكتوب سلولي يعني بيحصل له تشينج بطيء. اول في قصه كده لطيفه، ان انا اول لما جوينت اول داتا هاوس تيم اشتغلت فيه، رحت لحد من البي اي تيم، هو كان يعني اكسبرت في المجال ده يعني، فكنت بتكلم معاه على الدايمنشنز، فقال لي ان كان بيشرح لي يوز كيس كده، وقال لي دي اسمها سلولي تشينجينج دايمنشن، وقال لي ان احنا حياتنا في الداتا هاوس متمحوره حوالين هاندلنج السلولي تشينجينج دايمنشن والفاست تشينجينج دايمنشن. احنا دلوقتي النهارده بنشرح ايه السلولي تشينجينج دايمنشن. ايه هو السلولي تشينجينج دايمنشن؟ طيب اول حاجه، الدايمنشن ده ما سويتشنج دايمنشن هو دايمنشن بيحصل له تغيير اوفر ذا تايم. يعني ايه؟ يعني الريكورد الموجود النهارده بكره بيحصل له تغيير بفاليوز مختلفه. بمعنى ايه؟ ان مثلا انت النهارده كنت قاعد في مدينه ما، مثلا افترض كنت قاعد في وارسو ماشي كمدينه، وبعد كده تاني يوم او بعدها باسبوع ولا بشهر ولا بسنه نقلت مدينه تانيه، فبالتالي الكاستمر بروفايل او اللوكيشن بتاع الكاستمر دلوقتي في بروفايل مثلا محل الاقامه اتغير، بالتالي لازم نمنتين التشينج ده. طيب خد بالك ان احنا بنتكلم هنا changes slowly بطيئه، يعني حاجه مش بتتغير كل ساعه، حاجه بتتغير مثلا كل سنه، كل شهور كتير، مش كل يوم بيحصل تغيير يعني، عشان ده نوع تاني. اوكي طيب، عندنا اربعه تايبس من الهاندلنج او للهاندلنج للتشينجنج دايمنشن. اول واحد فيهم هو ايه؟ تايب زيرو. تايب زيرو ده ايه فكرته؟ ان انا ايا إن كان الريكورد اتغير ما بعدلوش. تقول لي طب ايه المنطق فيها؟ يعني مثلا في واحد في فاليو في كولوم معينه حصل لها ابديت وانا مش كير اباوت الابديت ده، فبالتالي ما بهندلهاش، ده اسمه تايب زيرو. طيب اللي هو اسمه فيكسد دايمنشن. طيب التايب 1 ان انا ما عنديش نو هيستوري، الابديت بتاع الفاليو بيحصل لها ريبليس. يعني واحد دلوقتي الكرنت لوكيشن بتاعه كان وارسو، ودلوقتي بقى مثلا لندن، انا عملت ريبليس بلندن، فبالتالي وارسو دلوقتي هي ايه؟ مش موجوده عندنا. طيب فبالتالي انا هنا ما عنديش هيستوري. طيب النوع الثاني، وده برضه موجود، ان انا بقعد احط ابديت ريكورد، كل ما ينزل ريكورد جديد بحط الابديتد 1 ابديتد ريكورد في التيبل، بالتالي يبقى التيبل ده من كل كاستمر، كل ما يحصل تشينج بيبقى عندي نيو ريكورد جديد. هنشرح قدام ازاي بنقدر نجيب الليتست يعني. طيب تايب 3، تايب 3 ده بيسموه هايبرد، اللي هو بجيب الليتست. هايبرد معناه ما بين 1 و 2، ان انا بجيب الليتست واللي قبله بس، ما بيمنتنش كل الهيستوري، فبالتالي عندي الكرنت واللاست اللي هو البريفيوس، يعني ما عنديش كل الدايمنشن. طيب تايب 4 بقى، تايب 4 ده انا عايز اقول ان هو ناس كتير بتستخدمه، انا بصراحه حتى بالذات لو بنتكلم على البيج داتا بالذات الديزاين احنا بنستخدم التايب ده كتير. ايه هو؟ ان انا بفصل، بيبقى عندي حاجه اسمها السناب شوت او الكرنت، وحاجه اسمها الهيستوري هيست تيبل، يعني من كل دايمنشن. وناس شغال بالذات في الداتا وير هاوس تلاقي الموضوع ده مشهور جدا، اسم التيبل واسم التيبل اندرسكور هيست. ايه الفرق بينهم؟ ان انا عندي الكرنت او السناب شوت الحاليه وعندي الهيستوري بتاعها. ايه ميزه وعيب كل نوع من ده؟ هنشرحها في فيديوهات جايه، بس اتمنى كده الاربعه او الخمسه تايبس واضحين. زيرو فيكسد ما بنغيرش الحاجه، 1 بريبليس الكرنت ما بمنتنش الهيستوري، 2 ببقى عندي اللي هو تايب 2 بيبقى اللي هو تالت تايب، بيبقى عندي تاني تايب اللي هو تايب نمبر 3 يعني. بيبقى عندي الهيستوري، بكيب الهيستوري كل ما ينزل الريكورد دي بابديته، سوري بابند، بيبقى عندي اكتر من ريكورد. تايب 3 اللي هو النوع الرابع عندنا هايبرد، بيبقى عندي الكرنت والبريفيوس. تايب 4 اللي هو تايب نمبر 5 عندنا، ان انا بيبقى عندي بسبليت تيبلز، عندي تيبل للكرنت وتيبل للهيستوري. اوكي طيب نروح للنوت هنا، بيقول لك ان احنا عندنا لما تيجي تبحث اونلاين او تيجي تشوف ديزاينز، احيانا هتلاقي بعض التايبس الجديد. يعني انا قلت ايه؟ قلت مثلا تايب 0 1 2 3 4، ممكن تلاقي تايب 5، سوري تلاقي تايب 5 تايب 6 تايب 7. ايه كل التايبس دي؟ التايبس دي في الاخر هي كومباينيشن من 1 و 2، زي 3، 3 هو كومباينيشن من 1 و 2 لو فكرنا فيها. فبالتالي انت لما هتشوف الريسورس اللي هنحطها او اللينكس فور فيرز ريدنج ممكن تلاقي مور تايبس، بس احنا لو جيت فكرت كده في مور تايبس دول هتلاقيهم ابستراكتد ل 1 2 3، مش تلاقيهم اكتر من كده. تمام، دي نوت بس عشان ما تلخبطش يعني. طيب ايه تاني هنا؟ نبدا بالتايب 0. انا هنا عندي كاستمر
اي دي 1 2 3 4 8 9 اسمه رونالدو. ماشي. الراجل ده كان قاعد في مدينه مدريد. حلو. بعد كده الراجل ده راح تورين، في تورينو اللي هي مدينه بنوبة عربي تورينو في ايطاليا. بالتالي ده كده ايه، ده كده عندي الـ previous، ده كده الـ current. ايه اللي هيحصل بقى عندي في الـ dimension؟ همسح الـ update، مش update اي حاجة، هسيب انا كده عندي مدريد وانا عندي تورين، لا مش هابديتها، مش محتاج ان انا الكلام ده، هخليها مدريد زي ما هي. ده كده ايه اول نوع من الهاندلنج. هتقولي بس هل الكيس دي ممكن تكون فاليد؟ اقول لك لا، بس انت ممكن يبقى عندك بعض الاحيان مش محتاج تمنتين التغيير في بعض الـ dimension. طيب رقم 1، طيب 1، طيب 1 هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لا انا عندي هنا مدريد بقى تورين بقى ايطاليا، هنا في ايطاليا، لا هكيب الليتست دلوقتي، هو ريبليس مدريد بتورين. طيب 2 بقى، بص بقى 2 ده جميل جدا. 2 بيقول لك ايه؟ هنا عندنا ديت، خد بالك ابديت ديت اهو، انا عندي هنا الكاستمر اي دي، عندي النيم رونالدو، عندي السيتي، وعندي ابديت الديت. طيب اول حاجه رونالدو مثلا كان في بورتو في البرتغال في 12/12/2000، سوري اول حاجه كان في مدريد 12/12/2018، تمام. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ رونالدو ساب مدريد وراح تورين مثلا في 12/6/2019، بعد 6 شهور، تمام. قعد في تورين شويه، بعد كده بعدها شهرين ثلاثه راح لندن، رجع لندن تاني، ماشي. بعد كده راح بورتو. بالتالي انا بقى عندي للكاستمر ده 4 values في خلال مثلا 6 شهور، which is okay. طيب ازاي هاهندل دي في التيبل؟ طيب في نوعين من الهاندلنج على فكره، مش يعني الديزاين اللي حاطه هنا هشرحه، بس هو ليه نوعين من الامبلمنتيشن. اول حاجه ان انا هنا بروح قايل ايه، بحط الافكتيف ديت والترمينيشن ديت. الافكتيف ديت هنا معناه ايه عشان واضحه؟ الافكتيف ديت دي معناها الكرنت، والترمينيشن ديت اللي هو اتغير امتى، اللي هو الليتست ترمينيشن ديت. فبالتالي مثلا اول حاجه هو كان في مدريد هنا من 12/12/2018 وتغيرت بقت مثلا في 12/6/2019، يبقى الليتست ترمينيشن ديت بتاعي بتاع مدريد بقى ايه، هو البدايه بتاعت اللي بعده. واخد بالك من الحته دي؟ انا هنا عندي effective date اللي هو الكرنت، والترمينيشن ديت مش شرط يكون موجود في التيبل ده، انا باخده هو اللي تشينج ديت، اوكي؟ طيب نفس الكلام هنا اهوت، دي غلطه، دي المفروض تورين بس دي غلطه تايبو في البرزنتيشن. المفروض هنا تورين بقت من 12/6/2019 ل 12/8/2019، بالتالي هنا اهوت دي بقت الترمينيشن ديت. طيب بعد كده الفاليو الثالثه بقت الافكتيف ديت بتاعت لندن اللي هي بقت 12/8/2019 على 12/12/2019. طيب نيجي بقى لبورتو، الراجل رجع البرتغال تاني في 12/12/2019، تمام. ايه اللي هيحصل هنا؟ ان انا هسيب الترمينيشن ديت بنال. طيب لما هاجي سيلكت من التيبل ده عايز اجيب الليتست، هعمل ايه؟ هقول وير الترمينيشن ديت ايكوال نال، كده انا جبت الليتست. او لما اجيب من التيبل ده، في ناس ما بتحبش موضوع الترمينيشن ديت والافكتيف بتجيب تجيب اس كارنت ولا لا، حلو. فبتقول لك وير از كارنت ايكوال ترو، حلو. طيب برضه في نقطه مهمه، ان في ناس بتريبليس النال بحاجه اسمها انفينيت ديت، فود انفينيت مش فاينايت، اللي هي بتبقى 4 9 12 31، يعني حاجه كده في المستقبل قوي يعني، تمام. عشان تبقى حاجه ثابته يعني، بس احنا بنقول ان ده او ده الاثنين زي بعض، تمام. طيب التايب 3 بقى، تايب 3 هنا انا ببقى عندي ايه؟ ببقى عندي نفس الداتا اللي فاتت، بس بكيب الكرنت واللاست، يعني بجيب الكرنت اللي هو لندن اللي هو بورتو مثلا، ده اللي هو الكرنت دلوقتي الليتست، واللي قبلها البريفيوس سيتي اللي هي لندن. ما بسيبش اي حاجه في الديتيلز في الهيستوري. ليه بحتاج ده؟ انا شخصيا شفت الكيس كتير جدا، محتاج الكيس دي، مش محتاج اجيب الهيستوري بتاعه، محتاج اعرف هو كان فين قبل ما يجي هنا. فبالتالي لما تلاقي الكيس دي ده كده سلولي تشينج دايمنشن تايب 3، واضحه جدا في امبلمنتيشن. طيب تايب 4 بقى، طيب 4 بقى تخيل انت يبقى عندك 2 تيبلز، حلو؟ عندك التيبل اللي هو الكاستمر بروفايل دايمنشن، وعندك الكاستمر بروفايل هيست. الفرق بينهم ايه؟ ان الهيست ده جواه، سوري، الهيست ده جواه كل الديتيلز او الهيستوري. اما الكرنت او في ناس بتسميه الاندرسكور سناب شوت، هو بيبقى فيه الليتست بس والابديت ديت. ده كده اللي هو ايه؟ السبيلت كرنت والهيستوريكال. وطيب 4 ده على فكره موست لايك كومن يوز، يعني اللي ميزته ايه؟ انا مش محتاج بقى اقول وير مثلا ان الترميشن ايكوال نال وحط يعني مور بيرفورمانس او مور لايك فلتريشن على الكويري، انا محتاج ده اجيب من الليتست من هنا، تمام؟ طيب ايه هنا تاني بقى؟ لما نيجي نجوين مع الفاكت تيبل عندنا 2 سيناريوز.
اول سيناريو ان انا اجيب الكرنت من التيبل، ان انا اجيب مثلا زي تايب 4 او تايب 4 او تايب 3، ان انا بجيب الليتست سيتي على طول. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ ان انا بجوين مع هيستوريكال، بس ساعتها بحتاج ان انا اجوين بيزد على الاي دي والديت عشان اجيب الليتست ديت. طيب ايه المشكله في الحته دي؟ تخيل ان انا عندي تيبل فاكت، الفاكت ده فيه يوسج هيستوريكال، وانا عايز اجوين اليوسج لم في الوقت اللي كان فيه في المدينه دي. بمعنى ايه؟ اديك مثال هنا، تعالوا نركز مع بعض. انا عندي هنا رونالدو كان في مدينه لندن في 12/8/2019. حلو. طيب ايه الفكره هنا؟ ايه ان انا محتاج لما رونالدو يكون في لندن في الوقت ده انا عايز اجيب اليوسج بتاعته، مش عايز اجيب الليتست، انا عايز اجيب الهيستوري. خد بالك، عايز اجيب اليوسج في 12/8/2019. غلط ان انا اجيب البورتو، ان بورتو هو ما كانش في بورتو، هو كان في لندن. بالتالي لما اجي جوين محتاج اجيب الاي دي بتاع رونالدو واجيب الديت بتاع رونالدو في الوقت ده، يعني الديت والديت، يعني جوين وديت ايكوال مثلا 12/8/2019 او وزين الفتره دي، يعني مثلا في شهر 10 مثلا في الحته دي مثلا 10/10/2019 ماشي، والاي دي بتاعه. فما جوين بالاي دي بتاعه والديت ماشي، اقول مثلا ديت بيفور مثلا الديت مثلا اللي هو 10/10/2019 جريتر ذان مثلا افكتيف ديت وليس ذان التيرمينيشن ديت، كده هجيب الفتره دي جه المدينه الصحيحه ليها. ودي الكيس اللي فاكت هنا محتاجين نقولها، ان انت لما تيجي تعمل الجوين مع هيستوريكال هتجيب لازم تجوين بالكاستمر اي دي والديت، مش هتجوين بالكاستمر بس، ودي نقطه مهمه جدا. طيب ايه تاني؟ انا هنا مدي سيمبل اكزامبل سيمبل كويري على الحته دي، لو انا هجوين بالليتست وهجوين بالهيستوري. انا هنا حطيت اكزامبل سيمبل، بقول مثلا سيلكت مثلا من اليوسج ديلي بجوين مع الكاستمر بروفايل الاي دي ايكوال اي دي، كده هيجي لي الليتست سيتي. بس افرض بقى انا عايز اجيب السيتي اللي كان فيها في وقت معين، فهقول ايه؟ هجوين الاي دي مع الاي دي واقول والكول ديت او الديت اللي عايز افوت عليه بتوين الافكتيف ديت والترمينيشن ديت، كده لما اجي جوين مع البروفايل هيجيب لي الديت المظبوط. السكشن ده او الفيديو ده مهم جدا. انا عايز اقول زي ما كنا بنقول كده في اول فيديو، ده كل حياتك في الداتا وير هاوس في الدايمنشنز بتبقى فيها الكيس دي كتير جدا. قيس بقى على كده بقى يوسج ايفنتس دايمنشن ديزاين مع تغيير. خد بالك احنا دايما بنقول ايه؟ بنقول ان ده سلوي تشينج، يعني لو حاجه بتتغير كل يوم مش ابلايد عليها الكيس دي. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا السلوي تشينج دايمنشن، بس عندنا المفروض ان الفيديو الجاي هنتكلم على نوع جديد من دايمنشن مختلف. اتمنى يكون واضح، واتمنى يكون الموضوع واضح. عندكم اي اسئله اسالوها في الكومنتس، وان شاء الله تكون مشاهده ممتعه لكم. شكرا، السلام عليكم.